مدينة بنياس الداخل، وهي مدينة تاريخية قديمة، ففي العهد اليوناني عرفت فيها المغارة التي فوق نبع الأردن باسم الإله بان حارس الحقول والغابات والمواشي. وقد شيد الملك هيرودوس الكبير أمام المغارة معبداً وثنياً على اسم أغسطس قيصر. وفي عهد الملك فليبوس تم إكمال بنائها وتحصينها، ثم جعلها عاصمته ودعاها قيصرية، فصارت قيصرية فليبوس. في القرن الرابع أصبحت مركز أسقفية، فتح المسلمون بنياس، واعتبر حصنها نقطة دفاع متقدمة عن الشام. ومع بداية الحروب الصليبية تعرضت لغارات متكررة، وتناوب الصليبيون والمسلمون السيطرة عليها، ثم ظلت بنياس وقلعة أصبيبة في يد الإفرنج، إلى أن تملك السلطان نور الدين محمود زنكي في دمشق فاستردها، وظلت منذ ذلك الحين في أيدي المسلمين. بلغت المدينة أوجها مع بداية الدولة الأيوبية، فأصبحت مركز إمارة. بعد الأيوبيين تراجعت أهمية المدينة، وعاشت أحداث وتاريخ سوريا حتى العصر الحديث. وفي سنة 1967 ميلادية قامت إسرائيل باحتلال الجولان السوري بما فيه مدينة بنياس.